احنا تنقصنا هذه. قبل انا اذكر احمد خلف من العربي، محمد ابراهيم من الغاتسية، يمكن المهارة ما الحين قاموا ينظرون للمهارة وايد. احنا ذيك الايام ما عندنا مهارة، لكن عندنا ايضا المشاغبة والمتابعة، نصنع لنفسنا فرصة. يعني هذه كرات ميتة نقدر نسجل منها اهداف، وسجلنا منها اهداف، ومثل ما تقول اعطت نتيجة ايجابية، واعطت دوري، واعطت نقاط لفريق الغاتسية. اليوم نفكر احنا دائما بالمتعه، وقاعد نشوف الحين برشلونه ونشوف ريال مدريد، دائما يفكرون دائما بالمتعه ومهاره اللاعب، وما يفكرون داخل البوكس. هناك لاعبين قلائل، يعني احمد عجب من اللاعبين اللي دائما داخل البوكس يتابع الكرات ويحس حس كبير في هذه المنطقه هذه. وهذا طبعا عمليه الهداف ترى نادره بالعالم كلها، ما تحصلها يعني. صحيح. هي نادره. عندك تعليق على الاقوال جمال حسين؟ عندكم تعليق؟ بالعكس، انا توحي شنو قلت لك ابو سعود، محمد ابراهيم يعني من اللاعبين اللي داخل 18 كان، يعني قلت لك ايام قبل حسب له حساب اذا لعبنا ضده. عندك تعليق حسين؟ بشوف تقرير. لا انا بشكل سريع، يعني محمد ابراهيم داخل 18 يملك امور وايده، عنده الهيد، الجامب، الفايتنج على الكره، المتابعه السريعه. نعم. وشاغب والحجز عنده هذه مبكر، يعني حجز له ثلاثه وراه ماكو مشكله بالنسبه له يعني. عموما هذه عزيز كان عند ربعنا في كاس اسيا، الأمبري، الحوطي، حمد كانوا موجودين ذيله في عمليه المربع هذه، كانوا كاس اسيا. لاحظ الاهداف اللي كلها من الطريقه هذه. وانا اشوف مسجات صراحه، الاسئله كثيره عن الغاتسيه هالسنه، نبي ندش بالموضوع سريعا. الذكريات مع ابو نواف لا تنتهي، وخاصه يعني شفنا بهالقوال اسماء صراحه لامعه، يعني اللي قاعد تصنع لك مؤيد، عزيز حسن. اي والله نصبح مؤيد، ما اعتقد ما ننفي حق يعني مؤيد من اللاعبين الاعلام الكويتيه بارز، خليجي 86 في البحرين، اعتقد يعني وضع له بصمه كبيره للمنتخب الكويتي، وما اقدر اوفي حق مؤيد الحداد. رأيت على عزيز حسن، ما اقدر اقول هذا اللاعب اللي حرام امتعنا وبتشانا بنفس الوقت. يعني عزيز حسن يعني يمكن قليل الظهور اعلاميا، انما هذا اللاعب هذا يعني يمكن احنا اعطانا كرات ما نحلم فيها. صح. واذا ما قطعت عصب عليك، قال انت اقطع مالك شغل، الكره راح توصل لك عند الجول. والله الاصابه اللي منعتنا وحرمتنا من هال، واللاعب الوحيد اللي طلع فينا برا، ها اللاعب الوحيد يعني. خلينا نروح نشوف تقرير ابو نواف عن الجانب الاخر، الجانب التدريبي، وبعد ذلك لنعود. محمد ابراهيم المدرب الفذ، المدرب البطل، المدرب الذي يقول عنه في نادي القادسيه لا يصلح يطلع من اسوار نادي القادسيه. انا اقول لك يا محمد ابراهيم الذي يقول عنك انك لا تستطيع فيذهب عن أسوار نادي القادسية. إذا كان لمدرب وطني كويتي أن يفخر بما أنجز، فلا أحد أحق بالفخر من محمد إبراهيم. بنواف حقق مع القادسية كل شيء، لاعبا ومدربا، فمن أصل 39 بطولة حققها الأصفر على مدى تاريخه الرياضي، نال محمد إبراهيم نصيب الأسد منها بعد أن قاد الفريق لنيل 20 بطولة منذ توليه تدريبه. أكثر من نصف البطولات القدساوية حققها محمد إبراهيم كمدرب، ولكن في أحيان كثيرة زمار الحي الأصفر لا يطرب الجميع. فمنذ توليه تدريب القادسية لأول مرة في موسم 99-2000، مرت علاقة الجنرال بجيوش الجمهور القدساوي العريضة بحالة من المد والجزر. فأفراح القدساوية بألقاب الدوري والكأس التي قادهم لها محمد إبراهيم كانت تنسى كثيرا بمجرد كبوة يتعرض لها الفارس الأصفر، وتعلو الأصوات مطالبة بالتغيير. محمد إبراهيم كان دائما الفارس القدساوي الذي يتذكره قومه إذا جد جدهم. فمحمد إبراهيم درب الأصفر 3 مرات تخللها مواسم قليلة أسندت فيها المهمة لمدربين أجانب، فشلوا في الأغلب في تحقيق شيء مما حققه بنواف. محبوه وصفوه بالجنرال لما برهنه من قدرات كبيرة في قيادة الأصفر والأزرق للانتصارات خلال المعارك الكبرى. أما نقاده فلم يجدوا سوى المشنص صفة يقللون من خلالها من أهمية الإنجازات التي تحققت للقادسية تحت قيادته.
20 لقبا حققها محمد إبراهيم مع القادسية، ونتائج لافتة للجنرال تحققت مع المنتخب، ولكن أكبر إنجاز لبنواف هو رفع اسم المدرب الوطني عاليا ووضعه في الصفوف الأولى بعد أن كان مجرد بديل أو مساعد للمدربين الأجانب، منهيا بذلك عقدة الخواجة التي لا يزال البعض يرفض التخلص منها. شكرا لرياض العبادي. هذا الجانب التدريبي من حياة محمد إبراهيم بنواف. يعني أعتقد مدربين قلائل حتى لو على المستوى المحلي حققوا هالرقم من الألقاب. ما فكرت يعني تخاطب اتحاد دولي مثلا يكون في لك يعني سجل ليحفظ تاريخك، إحصائية تحفظ هالأرقام؟ لا، هذا هو ما أنا خاطب، هذا النادي يعمله نادي سكرتارية النادي، إدارة النادي، أو أيضا إدارة المنتخب أو لجنة التغذية تعمل هذا السجل. هذا إحنا نحتفظ في سجلنا. أول شيء أنا أحب أشكركم على هذا التقرير، أنت خجلتونا بالشغل والعمل هذا، الله يعطيكم العافية. الجانب الثاني، العمل هذا كله ما نجح إلا هناك مجالس إدارات، وأيضا جهاز إداري، وأيضا جهاز فني، ودراسة جيدة من خلال بداية الموسم لنهاية الموسم. بالتالي أعتقد نجاح هذا العمل ونجاح محمد إبراهيم هم الأدوات، اللاعبين هم الأبطال. لاعبين الحمد يعني حققوا ووصلوا إلى نتائج عليا، بطولات، وضعوا اسمهم، وهم شالوا مدربهم، هم رفعوا إداريهم، هو رفعوا نادي القادسية. بالتالي كل الشكر لإخواني وزملائي اللاعبين، وكل الشكر أيضا للجهاز الفني غوران وأحمد دشتي وسيدو تراوري، ولا ننسى الشكر الإداري على الدور الكبير اللي يقومون فيه من خلال وجودهم. هذين متطوعين يعني إداريننا، بغض النظر عن كل الأندية 14 نادي عندنا إداريين حقيقة متواجدين 24 ساعة أو متواجدين من خلال التدريبات. يرأسهم مدير الكرة إبراهيم المسعود، نصبح له بالخير ونقول له مشكور على تعاونك مع الجهاز الفني وعطائك كل ما تقدر عليه، جمال مبارك، عبد الله الحقان، حسن سيف. بالتالي يمكن أنسى أحد، أقول نجاح الجهاز الفني محمد إبراهيم من نجاح نادي القادسية والجهاز الإداري. صادق الشايع كتب أن أنت باجي يمكن بطولة يمكن وتحطم وتوصل لرقم ديف مكاي، البعض الآخر يقول لا حطم الرقم. والله أنا ما أذكر ديفيد مكاي، يعني أذكره كقلعة لنادي العربي، حقق بطولات، اسم لامع، كان مر في جيل ذهبي أسميه للعربي. يبقى ديفيد مكاي من المدربين اللي إحنا ننظر لهم، عطى العربي يعني شيء ما يتصور، يعني حقق نتائج إيجابية، رفع اسم العربي، حقق بطولات عدة عن الأندية الثانية. بالتالي ديفيد مكاي لمكانه، ومحمد إبراهيم إن شاء الله يكون هو متعادل إياه ولا يكون هو غريب له. بالتالي هذه إنجازات تحسب لديفيد مكاي وتحسب لمحمد إبراهيم. أكيد. بنواف، أنا عندي سؤال وابتعد عن الدبلوماسية وجاوب بكل أمانة وصراحة. في ظل الزخم من النجوم عندك في فريق القادسية، تواجه مشكلة في التشكيل؟ هو شوف، العمل كمدرب عمل متعب جدا، ما هو عمل سهل. أكيد. فما بالك أنك تعمل في القادسية في ظل كوكبة من النجوم. اليوم القادسية يملك تقريبا 10 لاعبين بالمنتخب الأول، وإن لم يكن أكثر. يملك 4 إلى 5 لاعبين بالأولمبي، محترفين ومحترفين، ثلاث محترفين من أفضل ما يكون. ويمكن أيضا الحين من خلال الفترة الأخيرة الكل يطالب بعزيز المشعان أن يكون عامر معتوق، عامر المعتوق يكون بالمنتخب، وفايز بندر. ما إحنا كنا نختار حق اللاعبين، ما كنا